انا جزائري وجاي نشجع المغرب. احنا كامل بلد واحد، الجزائر والمغرب وكامل المغرب العربي كامل بلد واحد. احنا البارح انتصرنا وان شاء الله اليوم المغرب ثاني تنتصر ويتاهلوا هي والجزائر للدور الثاني ان شاء الله. نساندوا كاع العرب، كاع العرب نساندوهم. احنا الشعب الجزائري كلنا مع المنتخب المغربي. خوه خوه، تحيه المغرب، تحيه الجزائر. جينا لتشجيع المنتخب المغربي عشان هما شجعونا المباراه اللي فاتت، ونتمنوا اليوم هما تاني يلحقونا للدور الثاني ان شاء الله، عشان الجزائر والمغرب خاوة ان شاء الله. خاوة المغرب الجزائر، خاوة خاوة، وان شاء الله تفوز المنتخب المغربي ونلتقوا في لافينا ان شاء الله. بيان سير، هذيك حاجه شي ضروري كما يقولوا المغاربه. نتمنى ان شاء الله يحققوا نتيجه ايجابيه وتكون مباراه ممتعه ان شاء الله. منتخب قوي بصح، انا نظن عندي بلي الفريق المغربي راح يكون في الموعد ان شاء الله وراح يفوز ان شاء الله. نعم بالطبع طبعا، كان معنا البارح المغاربه شجعونا، واليوم احنا راح جايين نردوا لهم الجميع ان شاء الله. ايوا سيدي مرحبا بهم، كنقول لهم الله يجزيكم بخير، فرحنا وعجبنا الحال، ونتمنى ان شاء الله نجيبوها ان شاء الله اليوم ونربحوها ان شاء الله. الحمد لله، الشعب الجزائري والشعب المغربي خاوه خاوه، اخوه وعائله وجيران، وكنا مغاربه الحمد لله. المغرب الكبير كيجمعنا كاملين، كنشكرهم بزاف على المسانده ديالهم اللي جاوا ساندونا اليوم في المقابله ديالنا مع الكوت ديفوار. ان شاء الله الرحمن الرحيم كنتمنوا نربحوا بجوج لزيرو، وكنشكر الشعب المصري على الاستقبال ديالو وعلى المسانده ديالو كذلك للفريق المغربي، وشكرا جزيلا.